غير التحاليل والفحوصات اللي نسويها قبل الزواج بحيث نشوف في تطابق او لا، كمان في فحوصات جديده لابد انها تدرج اللي هو التحليل النفسي للمقبلين للزواج، حتى نتدارك من الكثير من المشاكل وحالات الطلاق، بحيث انه في بعض المشاكل نلاحظها ونكتشفها بعد ما يتم الزواج. راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر، ورحب بضيفتي في الاستديو الاستاذه نسرين ابو جدايل. حياك الله استاذه نسرين. اهلا بك. اهلا بك. بنعرف انه في كثير من حالات الطلاق تتم بسبب انه احد الطرفين، ما بقول الرجل فقط، عنده حاله نفسيه، وكثير كنا نسمع زمان يقولوا زوجوه يعقل، فلو تكلمين عن هذا الموضوع. في البدايه طبعا يعني احنا بس نبغى كنا في الحلقه هذه نركز انه الكلام يشمل الجنسين، تمام، عشان بس الرجال ما يزعلوا مننا في الحلقه. لا، هو الكلام لا يشمل الجنسين، لان احنا نتكلم عن زواج يعني رجل ومراه. صحيح. تمام. طبعا فحوصات الزواج احنا يمكن تكلمنا عنها قبل كده وقلنا هي عباره عن فحوصات دم بتشمل على الامراض الوراثيه والمعده اللي اقرتها وزاره الصحه. حلو. خلاص. طبعا البرنامج لما بدا من حوالي 15 سنه او اكثر كان فقط بيشتمل على فحوصات اللي هي الصوره عامه للدم والامراض الوراثيه فقط. صحيح. مرضين وراثيين اللي بيتم الكشف عنهم وليس كل الامراض. تمام. وبعدين بعد فتره تم إضافة اللي هي الأمراض المعدية اللي هي الكبد الوبائي باء وجيم وإيدز. بعد فترة تم إضافة فحص المخدرات للإخوة الغير عرب، عفوا الغير سعوديين، اللي حيتزوجوا من سعوديين. تمام. فهذا المؤشر يعني أنا متفائلة به، لأنه معنى كده أنه في أبديتين كثير أو تحديث قاعد يصير في علشان في الوزارة. جميل. على أساس أنه يصير كنترول من جميع النواحي في موضوع الزواج. حلو. حكاية زوجوه يعقل هذه لا، هي ما هي كده يعني، يمكن هذا كان الرذم القديم. صحيح. حاليا احنا يعني في عالم يمكن اخر، او يمكن الدنيا شوية تطورت او تقدمنا شوية، لان يعني هذا الكلام ما عاد صراحة يصلح. عرفتي كيف؟ يعني الزواج يبغاله يعني، يعني يمكن ان سألتوني انتم عن مقال كان اللي كتبته، يمكن المقال كان غزل. غزل ما شاء الله عليه. ما شاء الله. صح، كنا في الموسم اللي فات سألتك عن هذا المقال وكيف. أيوة المقال هو أنا شوفي لما كتبت عن مقال عالجوهم قبل أن تزوجوهم، أنا الحقيقة سئلت كثيرا أنت تقصدي بنا كل المقبلين على فحص الزواج. أكيد. كل المقبلين على الزواج، يعني ما قصد في أحد معين أو رجل أو مرأة، قصد في المقبلين على الزواج. أنت بس بتتكلمي أستاذة نسرين تحديدا بشكل أو على السايد النفسي. النفسي هي الجزئية ما هي فقط نفسية. أوكي. يعني عندك الجانب النفسي والجانب التربوي. أنا لعلمك هذا مو أول مقال أنا كتبته. أنا يمكن سبق كتبت عن طلاق الزواج المبكر، لأنك بتزوجي في سن في غير سن الوعي. عرفتي يعني لسه الواحد ما اكتمل نموه، ما اكتمل الوعي، وهذا مو معناته أن أنا ضد الزواج المبكر. يعني لا يقرأ، في بعضهم يقرأ يعني بس الأشياء اللي يبغاها. صحيح. عرفتيني كيف؟ لكن لا، أنا ماني ضد الزواج، زوج مبكر، بس هل قد المسؤولية؟ هل صحيح. هل أنت في مستوى وعي؟ لأني أنا من خلال يعني خبرتي الطويلة في العمل في هذا البرنامج ومواجهة جمهور يعني أواجه ناس، أنا بواجه جنسين يعني، عارفة، الرجال والنساء. فحتى المطلقين بيقولوا لك أنا من استفدت من تجربتي الأولى، لأني أنا كان عمري صغير وقت ما تزوجت. تجيك البنت تقول لك أنا استفدت من تجربتي الأولى، عرفتي، لأني يعني أضافت لي، فالآن هي بتتأنى في اختيارها الثاني. طيب. عرفتي. هي المنظومة كلها على بعضها يعني يبغالها تدريب، يبغالها توجيه. أنا يمكن كتبت برضو مقال عن كونوا أصدقاء لأبنائكم، لأنه أنت ما تعرفي ابنك هذا جالس مع مين، بيستمد. ما هي المشكلة تبدأ بالصحبة والجلسة والأفكار، وتكبر وتصير المشكلة بعدها. صحيح. طيب. ما تعرف من فين تحفظيها. ممكن أسألك، معلش قاطعتك، بس عشان ما نطلع من الحديث هذا، أبغى أعرف لما تفحصونهم نفسيا كيف أو تربويا، أنه كيف لا كيف يبان معكم بالفحص أنه هذا مثلا إنسان عنيف، هذا إنسان ما يصلح أنه الفحص النفسي والتربوي هذا ما هو من ضمن فحوصات الزواج، هذه جزئية يعني. هو يفضل أنه أي شخص يعني مقبل على الزواج أو يفضل انه يقرا ويتثقف. في اليوم ما شاء الله ارشاديين اسريين كثير، في مراكز تنميه كثير، في اخصائيين نفسيين ممتازين جدا. يعني حتى لو ماديا الشخص غير مقتدر انه يروح لمركز ويتعالج مثلا، ليش ناخذها علاج؟ ليش ما ناخذها ثقافه؟ ليش ناخذ الموضوع ان انا مريضه ليش انا لا مقبله على موضوع، خليني اروح اتعلم، طيب اقرا.
انت لو حتى ماديا ما تقدري، لو فتحتوا السوشيال ميديا حتلقوا كثير يعني من الاخصائيين الاجتماعيين والتربويين بيتكلموا في هذا الموضوع. يعني تغريده ممكن ترى تغير تفكيرك كله. اكيد. يعني افهم من كلامك استاذه نسرين انه افضل او احسن بجانب الفحوصات ما قبل الزواج انه يا ريت يكون في موجود مثلا مركز الاستشارات النفسيه والاجتماعيه والسلوكيه. أيوة. يروحوا فيها الزوجين الاثنين، المراه والرجل. أيوة. مش بس الرجل الاثنين. أيوة. لانه دائما هم بيقولوا انا بركز على الرجل، لانه فعلا استاذه نسرين لو صار الموضوع ده راح تخف حالات الطلاق، راح تخف حالات التعنيف للمراه، راح تخف حالات التعنيف للاطفال. فعليا ممكن يكون الرجل او المراه ظاهريا سليم وممتاز وبكامل قواه العقليه، لكن فعلا لما يدخل معترك الحياه الزوجيه وهذا كمان يا غزل يقول لك مثلا زي ما انا بعرف اذا في تطابق في الدم او توافق، خليني كمان اعرف في تطابق في الشخصيه او لا. طبعا يعني هي كمان لا تنسى ان احنا في مجتمع بيحكموا بعض العادات والتقاليد، وكل ناس لهم طريقتهم ما نعيبها، بس لازم يعني عارفه انت في موضوع الان على المحك، عرفتي كيف؟ انت راح تكوني راح ترتبط ارتباط وثيق بشخص. أكيد. يعني راح يكون في حياتك شخص ثاني، يعني حرام انه ينظلم، عرفتي كيف؟ فلازم الحقيقه يكون في تعارف، يكون في مصداقيه، يكون في وضوح بين الطرفين علشان بس نقلل حالات الطلاق. يعني اليوم الطلاق ما اصبح مجرد طلاق ورقي، اليوم صار في طلاق عاطفي يسموه. أكيد. صح ولا لا؟ أكيد. صار في اطفال يعني بينشأوا في بيئه سلبيه. صحيح. فيكبر خلاص الافكار في راسه انه امه وابوه فيهم كذا، او شاف السيناريو فبالتالي تسبب له عقده. استاذه نسرين، في بعض الامراض النفسيه ما تظهر، زي مثلا ثنائي القطب، اللي مثلا يكون عنده انفصام في الشخصيه، اللي يكون عنده الشيزوفرينيا والبارانويا ودي الاشياء، هذه ما بتبان. هذه مو يعني مش المقبل على فحص الزواج حيكتشفها، هذا لا تقييم نفسي. بالضبط. يعني ممكن يتدخل الطب النفسي في هذا الموضوع يعني لو طيب. لزم الامر. دكتور استاذه نسرين، التقييم النفسي احنا فهمنا انه له فوائد عديده قبل الزواج، لكن مع الوقت ايش فائدته مستقبليا؟ ايش تاثيره على الحياه الزوجيه ما بين الزوجين وايضا لما يكون في اطفال؟ طبعا كل ما كان الشخصين يعني نفسيتهم مستقرين، طبعا يعني ارجو انه ما حد يكون فاهم انه احنا بنطمح للمثاليه، لانه هذا غير صحيح، او حياه رومانسيه او خاليه من المشاكل. لا اقل شيء انه تخف نسب. أيوة. الطلاق عندنا مثلا في المملكة تخف نسب الطلاق. يعني الزواج عارفه جميل انك تكوني عايشه حياه مستقره. صحيح. حتى لو فيها شويه زعل. اوكي. حتى لو فيها بعض الخلافات، بس احنا نسميه ملح الحياه. ملح الحياه. أيوة. مو مشكله مو شطه. طيب سبايسي. عرفتي؟ بس على الاقل انها تقل، لانه مش معقول انه حيكون حياتك كلها خلافات مع هذا الرجل، لانه فعلا في زيجات كثيره مستمره للاسف الشديد وكانها لم تكن زيجه. يعني عارفه زواج لكنه غير سعيد، زواج لكنه غير مستقر. المشكله يا استاذه نسرين ايش اللي بيصير؟ في كثير من الناس يكون عندهم الرغبه بالزواج، ولكن لما يتزوجوا يصير عندهم صدمه، انا ما كنت احسب انه الزواج كذا. فهل من ضمن الفحوصات او الجلسات الاستشاريه اللي ممكن تكون موجوده تقدر تقيم الشخص وتبين له مدى المسؤوليه اللي ممكن هو يكون فيها، وفبالتالي ممكن حتى الاخصائيين يحددوا اذا هو شخص مستعد لهذا النوع من المسؤوليه والتضحيه والمشاركه وهذه التفاصيل او لا؟ انا من خلال عملي مع احد يعني الزميلات العزيزات جدا علي، كانت هي يعني احد اخصائيات علم النفس او اخصائيه نفسيه، يعني لما ناقشتها في بعض الحالات الحقيقه حطت يدها على صغائر الامور انا شخصيا ما كنت اعرفها. فجماعه علم النفس حيعرفوا كيف يعالجوا هذه الأمور، حيعرفوا كيف يوجهوا الشخص، حيعرفوا كيف يضبطوا أفكاره، حيعرفوا كيف يحطوه على الخط السليم. عرفتي كيف؟ فبالعكس يعني اللي حابب ياخذ هذه الدورات او كموجوده في كل مكان. يعني هي على الاغلب يعني اللي افهم من كلامك استاذه نسرين انه هي استشارات نفسيه، مو شرط انه انت تروح عند دكتور عشان تتعالج من مرض نفسي، انت بتروح تعمل استشاره نفسيه في كيف تقدر تتعامل مع السيئة. في فرق انك انت اوريدي خلاص شخصت مريض نفسي، انت عادي يبغى لك علاج. وفي فرق طبعاً. انا واحده رايحه اتثقف زي انت الان داخله المطبخ وبتقري في الكتاب ايش حتعمل ايش حتحطي بديله. بالضبط نفس الشيء. جميل جدا. يعني استاذه نسرين يطول الحديث والشرح في هذا الموضوع، بس انا مؤيده لهذا النوع من انا معاكي انا معاكي تمام. بس انا يعني هنا عندي حاجه بسيطه، هل تعتقد انه احنا مجتمعنا هيتقبل انه يسوي اشياء زي كذا، ياخذ استشارات نفسيه؟ المجتمع العربي ككل اتوقع ايوه.
يعني في تغيرات ومؤشرات كثيره ما ابغى اذكرها الان، يمكن كلكم تشهدوا معي على الساحه ايش في. صحيح. المجتمع تقبل، وتقبل بالرغبه، وتقبل. صحيح. بعد فتره، وتقبل. صحيح. امور كثيره. يعني انا لا اعتقد انك انت لما تيجي مثلا تبغى تصححي مسار، يعني انا واحده ماشي غلط وانت جايه تبغى تصححي المسار، اقوم اقول لك لا والله خليني مستمره في الغلط. ما في انسان عاقل. اكيد طبعا. صح ولا لا؟ اكيد طبعا. طيب كيف طريقه التوعيه من جهتكم، من طرفكم انتم؟ كيف ايش التوعيه اللي انتم جالسين تقدمونها للناس؟ شوفي، برنامج فحص الزواج الحقيقه ما في توعيه نفسيه يمكن، او استشارات يعني نفسيه في اثناء التحليل. اوكي. لكن في قسم يعني مختص بهذه الامور. بس كيف انتم يعني اذا ما في توعيه كيف تبغين تحمسين الشباب انهم يروحون؟ يعني انا واحد جاي افحص ما قبل الزواج. شوفي الحقيقه انا مو لما يجيني احد يحلل فحص زواج، انا الحقيقه بنسال اسئله كثيره كثيره خارجه عن هذا الفحص. عرفتي؟ فالشخص هذا لما يجيكي، عارفه اللي يجيكي خلاص ضعيف، او يجيكي خلاص ما لقى احد غير احد يثق فيه انه يتكلم معه. فانا شخصيا بوجه التوجيه الصحيح. ان كان يبغى يسوي تحاليل اضافيه اقول له كيف طريقتها، اذا كان يبغى استشارات. بس اذا جاء عند دكتور غيرك دكتوره، يعني هنا الحكي انه انت يعني ما شاء الله واعيه وتبغين الناس انه يكونوا في امان ويكونوا بحياه اسريه مره حلوه، بس الدكاترة الثانيين تتوقع انهم او الحقيقة زملائي الحقيقة بيعملوا مجهود كويس الحقيقة، انا اشهد لهم، لانه انا ما بشتغل على فكرة لوحدي، انا شغالة تحت منظومة ومعايا فريق. ايوه جميل. يعني الزملاء والزميلات ما بيقصروا، يعني متعاونين اجتماعيا. الاستاذة نسرين افهم من كلامك انه هي افضل ان شاء الله، المجتمع افضل. بالزبط. والمجتمع صحي اكثر. بالزبط. والمجتمع مترابط. بالزبط. بشكل اقوى. حبوا بعض. حبوا بعض. اي حبوا بعض. استاذه نسرين ابو الجدايل شكرا لك على هذه المعلومات، وان شاء الله باذن الله يعني احنا نكون في تطور ومن حسن الى احسن ان شاء الله، ويعيش مجتمعنا في امن وامان وسلام ومحبه. ان شاء الله. شكرا لك، شرفتينا. الله يخليك، تسلم يا رب. ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ورجع لكم من جديد. تابعينا بعد الفاصل، غاليه امين تكشف خبايا اسبوع الموضه في لندن.